بالفعل محمد، نحن نتواجد هنا في أم الفحم، كانت قد شهدت قبل دقائق قليلة مظاهرة كبيرة جدا شارك فيها العشرات بل المئات من سكان المدينة وسكان القرى المجاورة. كانت انطلقت من منطقتين وأدت إلى إغلاق الشارع الرئيسي، شارع المؤدي، شارع وادي عارة، شارع 65 لبعض الوقت. كانت هنالك مظاهرة حيث انطلقت المظاهرة باتجاه محطة الشرطة في المدينة الواقعة على مدخل المدينة، مطالبة ومنددة بعمل الشرطة والتقاعس الذي تبديه الشرطة إزاء عمليات القتل والجرائم المستمرة، والتي كان آخرها كان قبل عدة أيام مع سقوط أحد الشباب في من سكان مدينة أم الفحم في مفرق معامي القريب من هنا. كانت هنالك مظاهرة، كانت هنالك شعارات منددة ومناوية للشرطة. كانت هنالك هذه المظاهرة محمد، من الجدير ذكر أن هذه المظاهرة تأتي كجملة من المظاهرات التي شهدتها الكثير من القرى والبلدات العربية سواء في المثلث أو في الجليل. كنا قد سمعنا عن مظاهرة انطلقت قبل قليل في مدينة الناصرة، بعدها كذلك انطلقت في مدينة طمرة، هنالك مظاهرات أخرى شهدتها مدينة كفر قاسم، قلنسوة، العديد من القرى والبلدات العربية في الشمال. من غدا ستشهد أيضا مظاهرات لليوم الثالث في النقب، وفي كذلك في ترشيحة ستجرى مظاهرات مساء اليوم، وكذلك في كفر يسيف، عكا، مدينة عكا شهدت أيضا مظاهرات، جميعها مظاهرات غاضبة وحاشدة تدعو للخروج للتظاهر وتقول كفى لجرائم القتل الحاصلة وكفى لتقاعس الشرطة. الزميل مروان عثمنا كنت معنا من أم الفحم، شكرا جزيلا لك.